وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الصحابة الغر الميادين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واكتب الصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرما. اللهم تقدس صيامنا وقيامنا، اجعل أول شهرنا هذا فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره عزها من النار. آمين آمين يا رب العالمين. شعر التجاجيل الصدق، تتعقد الأداء ديال الأمة على الطريعة باش تجرب الحق وتوقف في الوجه ديال الباطل، هي اللي تكون صادقة. إذا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالأمة تصبح لكم كلاما بجوارهم، هذا ما يخدم به شهادة. فحنا نعاه مع الدعاء ومع تسميته داك الشيء اللي كان غادي يشبهها الأسرة باش تواجه الله. الشعر 29 النصيحة، إحنا ننصح باللغة العربية هي الوضوح والجهد، وفي شدة الدين ديالنا فوقنا كننصح لله والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين خاصة ديالهم والعامة ديالهم، واحد السلوك في الحياة ديالنا، واحد منهاج العمل ديالنا. فروينا البخاري ومسلم الصحيح ديالو عن تميم بن الداري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فلهذا إذا شئنا حسكنا على المنكر كل انواع ديالو الكبير والصغير وعلى كل المستويات اللي هو الفساني والفباني، راه غادي يكون عطلنا النصيحه اللي هي الشعبه من شعب الايمان واللي هي الدين اللي كان رسول الله ان الدين النصيحه. الشعبه تاتي الامانه والوفاء بالعهد، تنجيو لهنايا حيت تنفاض الدعوه وتنجي الزمان ديال القيام ديال الدوله ديال الاسلام، وتيجيو جند الله الوارثون الصادقون. هنايا تيتقال ليهم: احضر راسك ابو اللحيه، احضر راسك ابو الحجاب، احضر راسك اللي تسقم الليل، عندك تمشي تكون فيك الغضب. علاش شديتي الوسيط؟ ايوا عندك تكون للدار، راه الا كنتي للدار راه كتكون القضيه خطيره. وسمع اشنو تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي يرويه الامام مسلم الصحيح ديالو عن ابي سعيد الخدري انه صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامه يرفع له بقدر غدره، ولا غادر اعظم قدرا من امير جماعته. ولا غادر شديتي تسليم المسلمين وكنتي تسقم الليل كثر منهم وتسقي كثر منهم، غير شديتي منصب عالي ما بقى لا قيام ولا ذكر ولا والو، دخلتي في الدنيا وليتي تربصي بها غدا يوم القيامة أوين، ما كاينش شي غادي يكثر من هادشي. شو الإنسان كيف عطانا؟ عطانا كل شيء صغير لنا، ما خلاش شي واحد مطلوب منه مرة، كل شيء صغير من تحت حتى الفوق باش يبقى الطريق واضح ومنور حتى نلقاو الله سبحانه وتعالى. شوف علاش هاد الشيء كاين؟ حيت قاسي مع عمر بن الخطاب مشى نعس تحت الشجره، وجا واحد من هادوك شوف 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 اليساريين الملحدين اش قالوا، شوف دابا كيفاش السيره تتقرا وشوف هما كيف تيقراوها. جا واحد من عبد الغفار بالسم عند الملك ديالو تيخدم على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تيخدم عليه فين هو امير المؤمنين؟ فين السنه راه يكون معاك فين؟ شي قصر ولا شي حاجه؟ قال له: راه فيك الشجره شتي راه مسكين تما يا ناس. اش قالوا لي يا سعيد؟ وهو قال لي دائما هو متخرج سيدنا عمر بن الخطاب فين ما قلت على سيدنا شو متكرش خدي دار؟ لا نظر ليها بالنظره الايجابيه راه ناعس انه ما خايف حتى مش واحد الا من الله عز وجل، ما خايفش. اش قال لي؟ عدلت فامنت. عدلتي صافي وساحت وساحت شحال اشتي ليه؟ الظلم انا خايف على راسي عندها بسم الله لا حيت كانت توقع شي احداث فاس اشطره نزلوا لكم مالي نسالي عين الشباب ولا شي شنو نزلوا نزلوك على مالي الكاز ولا تولي اجي بعد انت اللي قال سيدي تصرف عليا انت في الفيلا وعمر انا شمي لا الريحه ديال الريال ديال الاجي وادخل لك على باطا اجر من الباطا والصلاه ديال المسجد هذاك البس الراجل مسكين عطونا ما فرح بالصباط ديال الجن كاين غير اللي كان نحبه يلا هذه النتيجه هي هذه. علاش؟ لانه ما كاينش هذاك العدل اللي خصو يكون،
قارنا الشعبة قبل الأخيرة اللي هي قبل الأخيرة وحدة 31 سلامة القلب. الدعوة حاجة، دعوة الله حاجة القلوب عالية يديه مليانة، كما هي الحاجة العقول راجحة النظر وشخصيات قارة ما تتزعزعش ما تنتفعش بالفعل، بل هي حيث تشوف شي حاجة تمشي لعند الشرع تتسكتيه وتتصبر حتى إلى عزات تتمضي، لأن تتكلم على الصدق وربح تصدقون أن يبلغ الهدف دون أن ينكسر أو يعوجها، فهكا حتى تتمر الهدف ديالها هذه السالفة ديال القلب. واللي قال شوف فاش تذهبوا إلى رحلة الهوالي تذهبوا بالنسبة وإن من شيعتي إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أي تلك الآلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر في مدرسة النجوم فقال إني سقيم فتولوا عن وجهه فراغ إلى آلهته فقال ألا تأكلون ما لكم لا تتقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. شوف إبراهيم عليه السلام إذا جاء ربه بقلب سليم أقوى السيد وخرجت كل شيء ملكا للسلام هذا كذوب ومن السلامة تخلي يدي كل هدية الله والطريق ديال الشرع والمنهج ديال الاتباع ما تيحسدش ما تيعاديش الزمين ما تيهجرش خوتو في الصحبة ديالهم في القرابة تيعفو على اللي ضربو طبيعي أنت ما كتعرفش مع الملائكة فغادي يقصعوك خوت في شي شوية غادي يقولوا شي لا شي شوية غادي أنت تقول مثلا أنت نعطي مثال ديال الخطيب ولا واعي ولا شي حاجة هو متابع للجماعة ويتكلم واحد الباز قال ليه وكن عليك ما درتش شي وأنت غير عين أخوك قول لي الله ينصرك أنت تتكلم صبر عليه وعاود واحد آخر وعاود واحد آخر صبر على خوتك هذه العلامة هي السلامة ديال القلب إلا ما كانش هاد الشيء هذا غادي يتفرد في هاد الشيء هذا وغادي يشتت والقرآن هو الشفاء والذكر ديال الله عز وجل والقرآن الخصلة أو الشعبة ديالو تأتي الهجرة اللي كانت الهجرة ديالو الهجرة ماشي حدث في التاريخ مشى وإنما الهجرة هو تنضم الخوت تمشي تنضم الخوت تقول لهم أنا جيت عندكم أنا أنا مهاجر أنا جيت عندكم ولكن قبل الهجرة كاين النصرة والنصرة كذلك ماشي حدث مشى النصرة تقول لهم هالدار ديالي هالطوموبيلة ديالي أنا تنصحكم كيما الأنصار في المدينة المنورة تسحب الدور ديالهم بل الراجل تيقول للمهاجر أجل تاني خبيتي ولادك ومالك والمتاع ديالك هاجر عيالك عندي اختار اللي بغيتي تلقاها شوف اختار اللي بغيتي ماشي كاع ذلك ناخذ غير عقل ولا غير السدة اختار اللي بغيتي وتلقاها وتكمل سميتو عدا وديها والاخر تقول لي بارك الله لك في اهلك وبارك الله لك في مالك دلني على السوق هذا هو الانصار انت عندك الله دار اش اللي درت دار يا عمره بحال الاخوان وخاوي تاع عمره ينزل للزنا المؤمنين ما فيش مجوال على السوق ما كتحليهم الا بالوقت والوقت بغاو يديروا دروس اجي يجمعوا تسمى يقولوا مرحبا بك اجي نزل الدرس واحد السيد رجل تقاعد دابا عنده مرتبه عاليه في واحد القسم عالي وخطير وسري بزاف قال لي كنت ديال الدري ديالي راه ولا قليل ولا واحد اخر راه ولا كذا وانا بقيت غير نمره والدار راه هادشي انا شحال هادي الدار مازال بثلاثه ديال 600 مليون ولا ربع شبيها قلت لي علاش عمر الشياطين جيب لي المؤمنين نشوف كيفاش غادي تولي انت الساعه حتى تلو الملائكه عمره فلهذا هي الجور في لنا لا شهاده اللي تنصب فيها وهي حتى تشوف ولا سبب وعلى يطلبها ويولي يدعي ويخرج بعد ذلك هذه نصره من بعد ذلك تتم الهجرة تجي نقول لكم هذا معكم هذا كذا أنا عطيتكم كنت طوموبيلتي عطيتكم الدار ديالي عطيتكم فراشي عطيتكم الماء ديالي دابا ها أنا دابا معكم لأن بالي الصدق ديالكم الشعبة 34 الشجاعة تيهوي لنا البصان أن الإمام سيدنا علي كرم الله وجهه كان تيخطب وسول هذا الحضور من أشجع الناس قالوا لي أنت قال لهم أنا في المدرسة مع شي واحد ولا تجد حقي فاضي أظن سباحة الناس هذه شجاعة قال لي ولكنه أبو بكر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة قريش بدأوا يقلوا بجيهم وسيطلعوا عليه وسيضربوه وسيشعلوه وشو تيقول لي؟ تيقول لي واش أنت هو اللي تقول تجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال لي حتى واحد سيدنا علي تيسلم حتى واحد ما قدر يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر جا عندو وقال له وينكم وتزيد تاع واحد من الاولى وينكم اقتلونا رجلا ان يقول ربي الله وكان سيدنا علي كرم الله وجهه
حيت كان تيقول هاد الكلام وقال قصد عليكم بالله والجمهور ديال اهل فرعون هو غفل ولا ابوك الصديق رضي الله عنه سول قوم اقضي والوالد عرفتي فرعون شنو هو وفي وسط الغصن كاين هو من اهل فرعون قال لي رسول سول قال له والله لساعه من ابي بكر خير من ذاك يكسب ايمانه وهذا يعلو ايمانه تقول الله عز وجل في سورة الصافات فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سيدنا إبراهيم شاف الرؤيا نجزي تقول له قال له يا إبراهيم إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما ستجده إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسلم للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الشعر بالإيمان صدق الرؤيا الصالحة شافوا المنيش رؤيا صالحه فتصدقوا. هذا تجد الاحاديث وهذا من الاحسان. الرؤيا الصالحه تعتبر جزء من النبوه ووحي من الله عز وجل لعبد ديالو الصالح تشجعوا باش تمشي في الكبار ما تتحرملناش الحلال ولا تحرم الله الحرام الا تشجع. اما الشريعه الاسلاميه تبلات والرؤيا لها اداب نبويه وحرمه خاصه والتي خص راعيها بالاداب ويهتم بها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بها كما ولد البخاري ومسلم عن صبرة بن جندب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم الصباح تيتقلب عند الصحابه وتيقول لهم هل راى احد منكم البارحه رؤيا؟ كان حديث رواه البخاري ومسلم. احنا سنيين احنا سلفيين علاش ما تديروهاش؟ لا قال لك حنايا حاطين قال لك غير ترجع بعد صلاة الفجر وتطلع في الجامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تطلع في الجامع شتي منه شتي كيفاش السنة دايرة؟ يوليك انت سلفي بصح وتبع لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم حيت تسلم دير كيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش؟ أنا حيت كنت حبت هذه الشعبة هذه اللي هي الشعبة في السنة التي قلت علاش هذا الصنف هذا ما دايرينهاش ما دايرينهاش وصلت الجواب لأن ما فيش واحد الرؤية عندهم القضية ديال الشتي غير الكاروسي الحياة طويلة والحوايج قصار ولكن ما كاين لا رؤية ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حتى حاجة أش غايقول لها الشتي غايقول لها أش غايعاود لها ما كاين إلا ذكر الله ولا قيام الليل ولا رحمة بعباد الله ولا حتى شي حاجة من هذا الشيء هذا أش غايشوف لأن هذه السنة هذه خليها. هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ تزيد أبو داوود السنة ديالو إنه لم يبقى العديد من النبوة الا الرؤيا الصالحه وبالتالي غادي نكونوا كملنا 35 شعله وكملنا الخصله ديال الصدق وهذه ثلاثه ديال الخصال اللي هي الشروط ديال التربيه اللي نشتيها اللي نشتي ما بعد حتى يلقى الله عز وجل وغادي نشوفوا من بعد ذلك غدا الخصله ديال البجل وغادي نقصوها هي كذلك الثلاثه البجل صبيه والنهار الثاني البجل صبيه والنهار الثالث شعب الخصله ثم سبحانه وتعالى يوفق لنا في الخير ونبقى كل شهر سلام لكم العمل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ثم سبحانه وتعالى باش يجعلنا فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما. رب الله عز وجل هذا الكلام هذا يجعل بسما لما في صدورنا وشفاء لما في قلوبنا وجلاء اهلنا واحزاننا. يا رب تقبل الصيام ديالنا تقبل القيام ديالنا يا رب اجعلنا المعتقين في هذا الشهر المبارك يا رب اللي كان فينا لا يشهد ولا شي معصيه ونقفر في الحق ديالك يا سيدي ربي يا رب يجوز عنا فانت الغفور وانت الرحيم وهذا الشهر شهر التوبه فاتبع علينا يا رب لا تتم هذا الشهر الا وقد غمرت قلوبنا وشرحت صدورنا ونورت قلوبنا وختمت بالصالحات العمل اعمال الصالحات اعمالنا. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واحفظ اشارات